قالت الفنانة سيرين عبد النور لموقع الفن إنه أصداء مسلسل الهيبة الحصاد كتير حلوة بالدول العربية وخصوصي بمصر، وقالت إنه بعد في كتير أحداث فيها تشويق رح يشوفها الجمهور، وتمنت إنه تبقى الأصداء دايما حلوة. ومن بطلة الهيبة الحصاد مننتقل لبطل المسلسل الممثل السوري تيم حسن، اللي نشر على صفحته فيديو لمعجبة كانت بعدها تحت تأثير البنج من بعد ما عملوا له عملية جراحية، وعم بتقول المعجبة بالفيديو إنها بدها تتزوج من جبل شيخ الجبل، وهو اسم الشخصية اللي بمثلها تيم بالمسلسل. وعلق تيم على كلام المعجبة وقال ألف سلام عليك إن شاء الله، وألف جبل شيخ الجبل بيتمنى رضاك. بعد انسحاب الممثلة اللبنانية دارين حمزة، تم اختيار الممثلة والإعلامية ماريتا رز معلوف لتمثل دور مرت الممثل التونسي ظافر العابدين بمسلسل عروس بيروت، اللي هو النسخة العربية من المسلسل التركي عروس اسطنبول، واللي بيشارك فيه كمان الممثلة جو تراد والممثلات تقلى شمعون، كارمن بصيبس ومي صايغ. من بعد ما حكيت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بمسلسل 5.5 مع بيا اللي مات السنة الماضية، وجهت الفنانة اليمنية بلقيس رسالة لنادين وكتبت لها أنه مبين بوضوح أنه معاناتها بسبب موت بيا ومواجهتها للموجة السلبية تحولت لطاقة إبداعية بمسلسل 5.5. وردت نادين على بلقيس وقالت لها أنه كلامها صحيح وكأنها قاعدة بقلبها. كشفت الممثلة البحرينية زهرة عرفات تفاصيل عن موت زوجها الأول البحريني وبي ولادها محمد ووفاء، وقالت إنه اختفى كم يوم قبل ما يموت، وهي بوقتها خافت وعرفت إنه مات قبل أول عرض مسرحي لها، ولما راحت على المستشفى تتأكد من الموضوع بكيت كتير لما شفته هو ميت. زهرة تزوجت مرة تانية من شخص عماني بس رجعوا طلقوا، وعندها منه صبي اسمه عبد الله. من بعد ما كانوا عملوا له عملية بالقلب، نشر نجم فريق رولينج ستونز ميك جاكر فيديو على صفحته ببين فيه حركاته الرقصة الشهيرة بالاستوديو، وهيك برهن ميك بهالفيديو انه صحته صارت منيحة. لتعرفوا كل الاخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.